وصلت على اجتماع عمل، جلسة شغل أو نقاش سياسي، واكتشفت أنه من بين الحاضرين في شاب سامعين أنه متحرش جنسياً بنساء. كيف بتتصرفوا؟ بتواجهوه، بتطردوه أو بتغادروا الجلسة؟ مهما تعددت السيناريوهات، الأكيد أنه لا مبالاة منا الجواب، بس بنفس الوقت ما في جواب واحد لكل الحالات. في بعض الخلاصات وللنقاش طبعاً. المتفق عليه هو حالة وحدة بتخولنا ناخد موقف تنطبق على كل حالات العنف ضد النساء، وهي إنه تكون اللي تعرضت للتحرش على يد هالشخص قررت تحكي لنا وكانت موافقة على مشاركة قصتها وتوصيف الانتهاك معنا. وبهالحالة المحاسبة مطلوبة، لأن مش مقبول يكمل المتحرش حياته عادي بلا أي مواجهة وتصحيح للضرر. بحالات تانية بتكون الخبرية وصلت لنا مش عن لسان المعنية نفسها بالقصة، وهون كتير مهم إنه قبل ما نتصرف نكون أكيدين من اللي سمعناه ومن طبيعة الانتهاك. تسرع وإطلاق أحكام بيتبعها قرارات رح يكون لها تأثير كبير بحياة الأشخاص، وممكن ولو 1% تكون مشحفة. مشان هيك الأفضل تفاديهم، لأن القصة ممكن تنقلب علينا. القيل والقال ما بيشكلوا معطى منقدر نواجه فيه وضع صعب، وما بيشبهوا ولا شكل من أشكال العدالة اللي نحنا منطمح لها، واللي ما لازم تصير تشبه استنسبية نظام العدل اللي عايشين فيه وعم نعاني منه. في سيناريو ثالث منكون منعرف فيه النساء اللي تعرضوا لتحرش بس بيختاروا عدم المواجهة وعدم مشاركة قصصهم، وهالردة الفعل كتير شائعة وناتجة عموماً عن خوف من تداعيات محتملة على وظيفتهم أو سمعتهم أو حياتهم الشخصية، أو ببساطة خوف من تهديدات المرتكب المباشرة أو من عدم تصديقهم، خاصة إذا المتحرش كان عنده حيثية أو كان بموقع سلطة مثل الطبيب أو المدير أو كان فنان أو أكاديمي أو رفيق بالثورة. فشو منعمل إذا لقينا حالنا قاعدين حد هيك شخص اتهمته مرة منعرفها بالتحرش بالوقت اللي هي ما بدها تحكي؟ أكيد خطر إنه نقرر نحكي باسمها بلا ما يكون هي بدها ونخوض عملية اتهام علنية، رح يكون إلها تبعات، بس الأكيد إنه بحق لنا بكل بساطة ما نكون متواجدين مع أشخاص ما منوثق فيهم، وبحق لنا نواجههم ونقول لهم إنه في عليهم شكوك ونحنا مش مرتاحين من اللي سمعناه. ولكن بلا معطيات ما منقدر ننظم حملة ونطلق أحكام، وما نكون عم نفكر بشكل المسارات اللي عم نبنيها لبعدين أبعد من القصة المباشرة اللي أمامنا. بالحالات اللي منكون فيها علقانين بيبقى أنه نحترم خيار الناجيات ونشاورهم، وخيار الأفراد بتقدير الوضع اللي هن فيه. اليوم نحن عايشين بسياق لا القانون ولا المؤسسات ولا أصحاب العمل ولا السلطة جنبنا، وأحياناً العائلة والأصحاب بيوقفوا كمان ضدنا. فوقت الدعم يغيب بصير فضح المتحرشين إلكترونياً أو إعلامياً خيار مطروح، لأن بالأصل ما كان في غيره. لولا هالخيار كتير نساء ما كانوا عرفوا انه منن لحالن او انه هالشخص ممكن يعرضن للخطر، ولولا هالخيار عشرات المتهمين كانوا مكملين اليوم بافعالن هن ومرتاحين وبلا ما شي يوجعلن راسن. والنهار اللي رح يصير عنا غير احتمالات بركي ساعتها بتخف نسبة التحرش ومنبطل نوجع لكم راسكم. اذا واجهتوا حالة او موقف من هذا النوع شاركونا تجربتكن ورأيكن، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب لقناة درج ميديا.